هذا مستشفى جبل العامل وسط مدينة صور، أحد المستشفيات التي ما زالت تعمل، تستقبل الجرحى وتساعد العالقين. العمل الإنساني الطبي المرضي أصبح بمثابة المخاطرة، صعب جدا، لكن أحدهم وهو قاسم يبدي الكثير من الحرص والكثير من المثابرة من أجل تقديم العون للذين يستحقون. سيد قاسم، تحكينا شوي على المهمة اللي أنت تقدمها وعلى حتى التضحيات وعلى حتى المخاطر، بس أول شيء كيف تحس نفسك أنك تشتغل؟ نحن بنشتغل الحمد لله بفضل الله، عندنا معنويات عالية نحن والإخوان، رغم كل شيء اللي عم يصير فينا ورغم الإصابات اللي عم تسقط لنا والشهداء، وفضل الله باقيين وصامدين. هلا هو عملي هيدا عمل إنساني أكتر من أي شيء. شغلنا كتير شاق وكتير متعب، بس الحمد لله في عزيمة وفي إرادة الحمد لله. حكولي أنه هذه السيارة استهدفت، صح؟ صحيح، استهدفت هذه السيارة بأحد الغارات ببنت جبال، ونحن كمان لما كنا عم نعمل إجراءنا ومسح شامل ببرج الشمالي، بغرب برج الشمالي، عم نطلع ناس تحت الإنقاض وعم نرفع إنقاض، استهدفتنا كمان العدو الإسرائيلي وانجرحت، انصبت أنا ومعي كم أخ. كثير العالم كله يحكي على استهداف الطواقم الطبية. لا، هذه ضد الإنسانية، ضد القوانين، لأن نحن عملنا عمل إنساني، نحن وكل الجمعيات الثانية اللي معنا، نحن كلنا إيد وحدة وكتف واحد، ورغم هالشيء عم يستهدفونا ونحن عملنا عمل إنساني فقط لا غير. طيب أهلك خايفين عليك ولا كيف؟ بالطبيعة الأهل أكيد قلبنا علينا وخايفين علينا، بس نحن حاطين حالنا أمام ربنا والحمد لله هو الحامي يعني. نحن بصور وبكل المنطقة ولا بكل الجنوب عندنا نحن سيارات وعندنا مراكز. أرجوك أنك تعطي لي مشهد كان كثير خلك تحزن وما خلك كثير مرتاح. هلا المشهد نحن بكوننا نحن برفع الإنقاض، من نشيل نحن عالم من تحت الإنقاض، أكثر مشهد نحن من وجهة هن الأطفال، لما يكون في طفل مستشهد نحن أو مشقف عند في أشلاء، هون نحن بتحس بنفسنا، والشوفات اللي بنشوفها كلها مع الشهداء واضحة، يعني الحمد لله على كل شيء. النداء هو أول شيء، بطلب من كل الإخوان، من كل المسافين، من كل الأشخاص أن يكونوا صامدين وثابتين، والحمد لله والنصر جاي أكيد بإذن الله، وش بدي أقول لك، الحمد لله على كل شيء ورحمة للشهداء. كان معنا المسعف المثابر قاسم عربي ضمن المئات من المسعفين الآخرين هنا في صور وفي غير صور في جنوب لبنان، يبدون الكثير من التفاني والكثير من التضحية من أجل مساعدة أبناء وطنهم. خليل طويلة، التلفزيون الغد من مدينة صور في الجنوب اللبناني.